الحملة علينا شديدة جدا، حملة يتفق فيها ثلاث جهات: جماعة الإخوان الإرهابية وأعلامهم، أعداء الوطن، الخونة، المتحالفين مع إسرائيل. كنا بنقول لكم زمان الناس يقولوا إزاي الإخوان متحالفين؟ عرفت الموضوع النهاردة أنهم متحالفين؟ عرفت النهاردة؟ في ناس بتفهم فهم بطيء بعد سنوات. بنقول لكم يا جماعة الناس دول بيشغلهم أجهزة استخبارات ومنها الموساد وبيجندوهم الموساد. شوف الخطاب بتاعهم مع الأمريكي مع الإسرائيلي، التلاتة واحد، سكريبت واحد يوزع على قنوات الإخوان الخونة. خونة مجرمين، قنوات وإعلام معادي إسرائيلي، عدو عدو عدو. إعلام أمريكي بيشغلوا المخابرات الأمريكية، CIA تشغل الإعلام الأمريكي. ما تقوليش إعلام حر، مفيش حاجة اسمها إعلام حر في أمريكا. إعلام عنده أجندة، بنقول لكم الكلام ده مدار سنواتنا. وتقول الأمريكان وادي الإعلام الأمريكي، شفت النهاردة إنه بيشغلوا أجهزة الاستخبارات الأمريكية؟ شفت المعلومات؟ هو مين اللي ادى CNN يعني؟ مين اللي سرب لهم؟ وول ستريت جورنال، مين اللي سرب لهم؟ المونيتور، مين بيسرب لهم؟ طلع صحفي يعني ابتكر وقعد في اجتماع حضره اللي هو عباس كامل او ويليام بيرنز او رئيس الموساد مع رئيس وزراء قطر، حد حضر؟ المخابرات الامريكيه موجوده، بس هم للاسف طلعوا كلام غلط ما حصلش، يعني قالوا كلام لم يحدث. يعني حتى الامريكان لما حبوا يسربوا معلومات طلعوا معلومات غلط، عشان ايضا في اطار الضغط على مصر. الحكاية كلها يا جماعة يا مصريين، كل ما يجري الآن ضغط شديد على الدولة المصرية، ولكن لن ترضخ الدولة المصرية أبدا لأي ضغوط ولا ابتزاز. قراراتنا واضحة ومحددة ومؤثرة، ومحدش يفضل يقول هو احنا لا سيب حضرتك. انا قلت لحضراتكم الاول ايه؟ احنا نفضل كده بس، اي حاجات خارجيه احنا مناش، احنا بس نثق في اي قرار بيتاخد او هيتاخد